استفادة الأطفال والشباب من خدمات التأمين الصحي يعتبر مؤشر جيد لمدى إمكانية حصولهم على الخدمات المقدمة من قبل الحكومة. 95% من الأطفال المصريين تحت 18 سنة بيستفيدوا من خدمات التأمين الصحي، ودي نسبة ممتازة وقريبة جداً من النسب العالمية، إلا إن المستفيدين من التأمين الصحي في الشريحة العمرية بين 15 ل 17 سنة بيقلوا بشكل ملحوظ، وبتوصل نسبتهم لحوالي 80%. النسبة بتقل أكتر بين الشباب ما بين سن 18 ل 29 سنة، لتكون واحد من كل خمسة بس بيتمتع بخدمات التأمين الصحي. تزيد نسب المستفيدين بخدمات التأمين الصحي في الحضر عن الريف، وبتتباين النسب من 32% بين الذكور في الحضر و16% بين الإناث في الريف.